امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان، الله يرضى عليك، ما في غير هيك. بكره بتنزل على المحكمه بتطلق وتعطيها حقها ومستحقها لبنتي، والبنت الصغيره راس كل شهر بتصل النفقه تبعها، غير هيك ما عنا. حبك يا ميت اهلا وسهلا، نحن اهل وعشره ما بتنتسى. ما حبك اخي، في بالبلد قانون وفي محاكم. معي انت؟ ليش عمي بدر شي مننا لا سمح الله؟ لك اخي سيرة اختك لحالها بالمكفى. الله يرحمها راحت رحمة ربها، بس يعني هي كانت سيرتها عدية وعلى سكيتي وسابتين وما عم نحكي، بس هلا افاحت ريحتها. يعني ما تؤاخذني، هذا الشيء ما بيناسب. يا هاشم فكر فيها اخي، في شرف القصة، انا ما بيناسبني، خلصنا. ما عاد في كلام، الله معك، مع السلامة.